يعني احمد ساكون معك في رد عملي وواقعي، يعني يمكن ما فيش احسن من النموذج اللي معايا دلوقتي ليشيع الطاقه الايجابيه. انا معايا احد المكرمين وفخر كل المصريين محمد الحسيني اللي تم تكريمه اليوم في منتدى شباب العالم. محمد الان في ايضا صحبه قناه اون تي في لايف، بنرحب بيك يا محمد، الف الف مبروك. ابارك فيه، انت فخر كل مصر. ايوه. كان شعورك ايه والرئيس بيكرمك وبيديك الجايزه دي؟ انا كنت مبسوط قوي بتكريم النهارده، بشكر السيسي ان انا قابلته النهارده وشفته، مبسوط جدا ان انا شفته كويس قوي ومرحب بيه. طيب وقول لنا انت بعد النهارده ما اتكرمت، هل عندك بقى شعور عايز تعمل حاجه تانية؟ عندك بقى مغامره تانية عايز تعملها بعد ما عبرت المنشا اول مره؟ ايوه، انا ان شاء الله السنه الجايه هاخد على مصر النيل ودايما من مصبيرو طول العالم 5 كيلو سباحه ووزنه 2.25. حامينا يوم عيد السلطه تحت رعايه كابتن خالد شلبي ورعاه وزير الداخليه دايما في رد في قناه السويس ان شاء الله. واتمنى الله يشجعني ويدعمني ان شاء الله، حاجة حاجه بطولتين كبيره لمصر، كابتن ديناوري وهنا اتن، وهكرر محاوله المانش مره جايه ان شاء الله. هتكرر محاوله المانش مره ثانيه وهترفع علم مصر في قناه السويس وهترفع علم مصر في النيل قدام ماسبيرو. انا مبسوط جدا، وانا قديت انا في القاهره بعمل المصحف الكبير ده تقديم لست اللايز، وفعلا اديت المصحف لست اللايز، كان مبسوط قوي بيه النهارده وحضرني وبسني النهارده. انت كمان قول لي احكي لك، انت في اجانب كتير بيسلموا عليك وعرب وناس من افريقيا ومن العالم، قالوا لك ايه؟ الناس بتقول لك ايه؟ بتشجعك تقول لك ايه؟ رفعت راسنا، مبروك، اعملها مره ثانيه ان شاء الله، وربنا دايما معاك ان شاء الله. ان شاء الله يا محمد، احنا يعني بنقول لك مره ثانيه الف الف مبروك. حسام، انت قبل ان تختم كل محمد الحسيني لو سمحت، كل الانسانيه حسام. محمد عند صعوده الى المنصه حال تكريمه من قبل الرئيس السيسي كان معه مجسم على الارجح كان كهديه تذكاريه قدمت من محمد الحسيني للرئيس السيسي، لو حدثنا باختصار عن طبيعه هذا المجسم الذي منحه للرئيس السيسي. طيب محمد، الناس كلها مهتمه بيك وبتتابعك وعايزين يسالوك اسئله كتيره، انت كنت وانت طالع تقابل الرئيس كان معاك هديه او كان معاك زي مجسم عايز تديه له؟ اديت له ايه؟ مصحف بتاع ربنا، بس ده اكبر مصحف اديه للسيسي. الله يا محمد، يعني مش عارفين نقول لك قد ايه رساله قويه، وان شاء الله احنا كمان هندي لك المصحف تقديرا لانجازاتك. انا كمان عايز اسال بابا، يمكن يعني النهارده يعني كل الصاله وقفت سقفت وكان في حاله من البهجه بمحمد وحاله من الفرحه يمكن من ابرز المكرمين النهارده، شعور حضرتك ايه برضو النهارده؟ هو محمد الحمد لله، محمد بقاله 4 ايام من ساعه ما ابتدى المنتدى بيحتك بالناس هنا، اتعرف على ناس جامده جدا كتير جدا من دول كتيره جدا، فانا كنت حتى رجلي وجعتني من كتر المشي معاه من هنا لهنا. شفت حضرتك، ربنا يعينك. لا ما بس ده من اعجاب الناس، يعني انا شايف اعجاب الناس من كل الدنيا. لا هو كمان كان معجب بنفسه، عشان لما بيقولوا انت محمد الحسيني بتاع المنش، قال لهم لا انا محمد المصري بتاع المنش، انا مصري. فقعد من يوم الاحد اي حد يكلمه يقول له انا مصري، انا محمد المصري، انا مصري. فكان هو فرحان، فانا بتاع بمنطقه لازم امشي وراه، وبالتالي انا كنت اكني جارد ليه، اي حاجه ماشي وراه، المهم مبسوط بيه بصراحه. احنا كلنا مش حضرتك بس، كلنا هنمشي وراه. انا محمد بيقول لي ان هو بيجهز مغامره في قناه السويس او تحدي جديد في قناه السويس. هو بيقول لك هو يوم اللي هو كان اتكلم من وزاره الداخليه من حوالي شهر تقريبا، فكان اتفق مع وزاره الداخليه ان هو هيفرد علم جمهوريه مصر العربيه بطول 5 كيلو متر من قدام ماسبيرو في يوم عيد الشرطه برعايه الكابتن خالد شلبي ووزاره الداخليه. العلم ده بيقول لك هو فرده قبل كده في قناه السويس، في افتتاح قناه السويس، وبيقول لك بيتمنى ان الرئيس يوقف موجود، يكون موجود في عيد الشرطه عشان يدعمه في بطولتين هيجيبها عاملهم في 2018 من كابرو دي نابولي، دي 36 كيلو، وهيلف حوالين جزيره مانهاتن دي 42 كيلو. هيلف حوالين جزيره مانهاتن 32 كيلو. 42 كيلو. هو كده كده محمد اتدرب هنا في الغردقه، كابتن خالد قعد متبنيه، كابتن خالد كان شايله 4 سنين منهم سنتين للمنش، عمل 36 كيلو متواصل في 11 ساعه مرتين، فبالتالي 36 كيلو بالنسبه له هي المنش فقط معاه، عشان هو ربنا سبحانه وتعالى ما اردش البحر قلب معاه
فربنا الحمد لله يعني. الحمد لله الحمد لله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، بنشكر حضرتك السيد الحسيني، بنشكرك يا محمد مره تانية، انت بسطتنا واديتنا طاقه ايجابيه واديتنا امل في بكره، والف الف مبروك على الجائزه دي. وريها كده للجمهور بقى الجائزه دي عامله ازاي. الف الف مبروك، وعقبال ما يزيد من التكريمات ان شاء الله، ونكون معاك دايما بنغطي نجاحاتك يا محمد. يمكن بشكركم، وزي ما انت شفت يمكن يا احمد يعني هي دي الحاله. انت سالتني عن الروح الايجابيه او الطاقه الايجابيه او تفريغ الطاقه السلبيه، اعتقد انه ده اكبر نموذج واكبر رد على اي طاقه سلبيه او اي تخوف ممكن يكون عند اي حد من التقدم للامام. حسام يعني لو انا استمعت بشكل جيد هذه المره، فمحمد عندما رد عليك محمد الحسيني بانه منح الرئيس السيسي مصحف، انت وعدته شخصيا بان تمنحه مصحفا، يعني اتمنى ان تفي بوعدك معه، ستبقى معه.